أيضا يقول: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟ الجنابة لها حلال إن كانت الجنابة وقعت في الليل، يعني جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل، فلا حرج، الصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح جنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار، يعني جامع أهله في النهار، هذا آثم وعاصي لربه عز وجل، والصوم يبطل وعليه كفارة. إذا كان تعمد ذلك عليه كفارة إتق رغبة، فإن عجز صام شهر متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. هذه هي الكفارة في حق من أتى رهانة في رمضان في النهار، وصومه يبطل وعليه قضاء هذا ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان يجمعه في الليل ولكن أصبح جنوبا لم يغتسل، فلا حرج في ذلك. نعم.